أخبار اليوم. عملية زيادة الناتج المحلي الإجمالي اللي هي معدلات النمو اللي هي في النهاية هتروح لمستوى معيشة المصريين. مستوى معيشة المصريين بيجي بيزيد لما بيزيد الناتج المحلي الإجمالي اللي هيزيد من استثمارات القطاع الخاص. طبعا ده بالإضافة لما تقوم بالدولة من استثمارات ومن أعمال، لكن إذا كانت النسبة معظمها في القطاع الخاص فبالتالي نجاح الدولة ونجاح الحكومة في قدرتها على أن هي تشجع وتخلق بيئة أعمال طيبة وجيدة للاستثمار. شكرا.